السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في هذه التغطية. عقب سلسلة الزيارات التي أجراها مسؤولون غربيون إلى طرابلس الأيام الماضية، يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سلسلة زيارات إلى دول الخليج، ابتدأها بزيارة أمس إلى الكويت، التقى فيها الأمير الكويتي ورئيس وزرائه، قبل أن يغادر إلى الإمارات حيث التقى في أبوظبي بولي عهدها محمد بن زايد آل نهيان. وفي الوقت الذي تشدد فيه حكومة الوحدة الوطنية على أن هذه الزيارات تهدف لتوحيد الموقف الخليجي تجاه ليبيا، لكن زيارة دبيبة للإمارات ولقائه بمحمد بن زايد المعروف بتدخله السلبي في ليبيا وبدعمه لحفتر وعدوانه الأخير على طرابلس، بل والمتهم بارتكاب مجزرة الكلية العسكرية في طرابلس التي قضى ضحيتها فوق 30 طالبا، حملت دلالات سلبية عند مراقبين، الأمر الذي أدى لاستياء كبير وانتقادات واسعة لهذه الزيارة. وفي خبر آخر، وبعد الإعلان عن اجتماعات اللجنة القانونية في تونس برعاية بعثة الأمم المتحدة لبحث القاعدة الدستورية التي ستجري عليها الانتخابات القادمة المزمع عقدها نهاية هذا العام، أكدت مصادر على أن اللجنة اتفقت على أن تكون بنغازي الخاضعة لسيطرة حفتر والتي تشهد انفلاتا أمنيا كبيرا مقرا لمجلس النواب، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات. نبدأ النقاش بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، ونرحب بضيوفنا معي عبر سكايب من تونس، الدكتور عبد القادر أحويلي، عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي أو المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، كذلك معي عبر سكايب الدكتور فرج دردور من إسطنبول المحلل السياسي. أرحب بضيفي الكريمين كليهما، وأبدأ مع الدكتور عبد القادر حويلي. دكتور عبد القادر، بداية يعني انطلقت منذ أمس الاجتماعات في تونس للجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، بداية يعني لو تؤكد لنا ما الذي يجري النقاش حوله الآن في تونس؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أرحب بك وبضيف الكريم فرج وبالمشاهدين الكرام. طبعا هو اللجنة القانونية من مهمتها إعداد قاعدة دستورية تكون احتياط في حالة فشل الطرفين الرئيسيين في هذه المسألة الدستورية، وهما مجلس الدولة ومجلس النواب. الحقيقة هم اتفقا في اجتماع الغردقة وقرر الاستفتاء على الدستور أولا، وبعدها في حالة عدم تمكن أو الوقت لا يسعفنا للاستفتاء حتى 24 ديسمبر يتجه إلى قاعدة دستورية وعدوا قاعدة دستورية وصوت عليها مجلس الأعلى للدولة، ولكن للأسف مجلس النواب لم يناقشها حتى الساعة، وهذه تعتبر يعني عملية سلبية، لأن المدة المحددة للمجلسين أن يتفقا قد انتهت. فهل بعثة بعد تغيير رئاسة البعثة الحقيقة هناك بطء في عملية العمل في المسار الدستوري وفي المسار السياسي؟ هي لا نرى أي تحركات حتى في المسار العسكري، لأن هذه التحركات فبعد الضغط من اللجنة القانونية على البعثة، وأصدرت بيان، قامت البعثة بدعوة اللجنة القانونية لاجتماع في تونس لاستكمال أو إعداد قاعدة دستورية. طبعا القاعدة الدستورية التي أعدت من عدة، تم تجميع حوالي 7 مقترحات وضعت في مقترح واحد، والحقيقة أن التوافق في هذه المقترحات صعب، يعني أنك ترضي الجميع غاية لا تدرك، فهناك أشياء تم الاتفاق عليها وأشياء لم يتم الاتفاق عليها حتى هذه الساعة. نعم. طيب، ذكرت في بداية حديثك أن مجلس الأعلى للدولة قد وافق على القاعدة الدستورية، إن كنت سمعتك بشكل جيد، هل وافق المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية أم على شيء آخر؟ مجلس الأعلى للدولة وافق على مخرجات الغردقة. مخرجات الغردقة تقول تعديل إعلان دستوري، استفتاء على الدستور، في حالة عدم التمكن على استفتاء على الدستور في المادة الرابعة في التعديل الدستوري نتجه إلى قاعدة دستورية،
وأعدوا قاعدة دستورية وبحوالي 57 مادة وتم التصويت عليها ووافق عليها المجلس على الدولة. يعني المجلس على الدولة يطلب الاستفتاء أولا حتى هذه اللحظة، هل المفوضية ستطبق هذا الاستفتاء أم لا، هل الوقت يسعفها أم لا. طبعا نحن نعلم أن الانتخابات أصعب من الاستفتاء، ورأينا أن المؤتمر الوطني العام في 2014 في يوم 31/4/2014 أقر قانون الاستفتاء، يوم 25/6 أجرى العملية الانتخابية، يعني في حوالي شهرين و25 يوم. الحالية المفوضية تقول أنها تحتاج إلى 7 أشهر، ولا أعرف إذا كان في إمكانية أن يجرى استفتاء على هذا الدستور في هذا الوقت. يعني عملية الاستفتاء على الدستور على حسب أعضاء اللجنة القانونية في مجلس أعلى الدولة، اللجنة الدستورية، يقولون أن الاستفتاء يبدأ إذا انتهى الاستفتاء قبل الانتخابات قبل 24 ديسمبر يتم الانتخابات به. إذا لم يجهز الدستور نذهب للقاعدة الدستورية، والجسم الجديد لا تتقف عملية الاستفتاء، الجسم الجديد من السلطة التشريعية الجديدة تستكمل عملية الاستفتاء على الدستور. نعم. طيب إذا كان المجلس الأعلى يعني للدولة بحسب ما فهمت منك قد أعد قاعدة دستورية وتم التصويت عليها، ما الذي يجري نقاشه الآن في اللجنة القانونية في تونس؟ نعم، لأن عدم مصادقة أو مناقشة الموافقة مجلس النواب عليها تعتبر كأن لم تكن، لذلك اللجنة القانونية مستعدة لعدة مشروع قاعدة دستورية لكي وتحتاج هذه الإعداد طبعا قانون دولي، تحتاج إلى قانون دولي بحيث أنها تمر، لأن حتى هي مطعن، هناك مطعن قانوني فيها، لأن اللجنة القانونية مختلطة في جزء مجلس الأعلى الدولة وجزء مجلس النواب وجزء اختارتهم البعثة، يعني ليسوا منتخبين، أغلبيتهم جلهم ليسوا منتخبين، فيحتاجون إلى قرار من مجلس الأمن. بعض القانونيين يقولون أن قرار مجلس الأمن 25/10 يغطي عمل منطقة الحوار السياسي، ولكن حتى هذه اللحظة الكل صامت، ربما في لحظة من اللحظات تنفجر الأصوات وتعلو الأصوات في حالة عدم التوافق. نعم. طيب ذكرت في تصريح سابق لك دكتور عبد القادر حويلي بأن القاعدة الدستورية قد تم إنجاز 90% منها حتى الآن، إلى أين وصل النقاشات أو إلى أين وصلت النقاشات حول هذه القاعدة الدستورية، وما الذي تم إنجازه حتى الآن في تونس؟ القاعدة الدستورية فعلا شبه اكتملت، ولكن هناك موضوعين لم يتم الاتفاق عليهما، سيحالان إلى المنطقة الحوار السياسي للإقرار. الموضوع الأول هو انتخاب الرئيس، هل سنجري انتخابات رئيس مباشر أو رئيس عن طريق البرلمان الجديد، يعني هذه المسألة لم يحسم فيها الأمر. الجزئية الأخرى هي الاستحقاق الدستوري، تعلمون أن الإعلان الدستوري يقول أن الهيئة التأسيسية عندما تنهي أو تصوت على مشروع الدستور يرفع للشعب للاستفتاء، يعني هذا أصبح ملك الشعب الليبي، إما أن يقبله أو يرفضه يرد على الهيئة. هذا الاستحقاق بعض أعضاء الهيئة، بعض أعضاء اللجنة القانونية يصرون على استكمال هذا الاستحقاق، وبعض الأعضاء يرفضون حتى مناقشة هذا الاستحقاق، ولذلك سيرفع هذا الموضوع إلى منطقة الحوار السياسي. فقط هذا الموضوعين اللذين نزال والباقي كله انتهى. نعم. طيب حول الخلافات يعني التي تشهدها حوارات اللجنة القانونية في تونس، هناك مصادر تتحدث على أن تم الاتفاق على أن تكون بنغازي مقرا لمجلس النواب، وأن هناك خلافات حول القسم اليمين الدستوري والحلف على أهداف ومبادئ فبراير، ما حقيقة ما تم الاتفاق عليه وهذه الخلافات أيضا؟ نعم، هذه هناك طبعا تعلمون ان وجود لجنه فبراير اقرت ان مقر مجلس النواب في بنغازي بحكم ان طرابلس تعتبر تحت سيطره الميليشيات، وراينا ان بنغازي هي غير امنه، وحتى مجلس النواب خرج منها واجتمع في طبرق، و
وحتى الجلسة القسم اللي كان معتقد أنها ستعقد في بنغازي ورفعت وطبرق، فاقترح بعض الأعضاء عن طريق مؤسسات المجتمع المدني أن يكون مقر مجلس النواب في مدينة سبها، ولكن لقي معارضة شديدة من الأعضاء الذين هم من المنطقة الشرقية، وخوفا أن ينفجر أو أن تنهار الاجتماعات، وتمت الموافقة على أن يكون المقر يبقى المقر في بنغازي. ولكن نحن نعلم أن بنغازي إذا بقيت بهذه الوضعية لن يجتمع مجلس النواب فيها بالوضعية التي عليها الآن. ربما تتغير الظروف، لأن كما تعلمون أن نحن أصبحنا حكومة واحدة. إذا المجلس الرئاسي قام بدوره كقائد أعلى للجيش الليبي ووحد المؤسسة العسكرية، ربما الظروف تتغير في بنغازي، يبقى الموضوع الموقف آمن في مدينة بنغازي. وأيضا بالنسبة لنقطة القسم، حتى هي كان عليها جدال كبير جدا، ووضعت لها مقترحان، مقترح أن يبقى ومقترح أن تحول العملية إلى الوفاء للوطن وليس للثورات، ولا كما حدث في سبتمبر والله في عهد الملك وفاء للملك، أو في البداية في 17 فبراير في الفترة السابقة كان فيها موجود القسم الوفاء بمبادئ 17 فبراير. فبعض الأعضاء خاصة التقنطرات منهم والأطراف الأخرى يرون إذا أردنا أن نتجه إلى المصالحة وكذا فيشار إلى الجانب الوطني فقط في القسم. نعم. طيب، ذكرت أن من القضايا العالقة مسألة انتخاب الرئيس والاستحقاق الدستوري، هل تتوقعون دكتور عبد القادر بحسب الحوارات والأجواء التي تعيشونها اليوم في تونس في هذه النقاشات، هل تتوقعون أنه سيتم حسم هذه القضايا العالقة يعني مع نهاية هذه الجولة، يعني يوم غد يوم التاسع؟ لا أعتقد بالنسبة للجنة القانونية أن يتم الحسم في اللجنة القانونية. سيتم الحسم في ملتقى الحوار السياسي. متى تتوقعون أن يلتئم الملتقى الحوار السياسي للحسم في هذه القضية؟ هذه القضية متروكة إلى البعثة، لست أدري هل البعثة كما تعلمون أن شهر رمضان على الأبواب، ربما بعد عيد الفطر مباشرة، يعني قبل نهاية شهر 5 أعتقد يكون هذا الموعد، بحيث أن تكون القاعدة الدستورية جاهزة في شهر 6. وقانون الانتخاب أيضا هناك تعطيل، حقيقة النقاشات كنا نتوقع أن الاجتماعات الثلاثة أيام هذه بدلا من تأخذ القاعدة الدستورية فقط أن نناقش حتى قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب الجديد، يعني الحقيقة استغرقنا وقت كثير جدا، يعني الخلافات كانت كثيرة والنقاشات كانت صعبة جدا، بحيث أنها استغرقت وقت طويل جدا. نعم. مع صعوبة هذه النقاشات والوقت الطويل الذي تأخذه، هل تتوقعون أنه بحسب هذه المعطيات سيتم فعلا الوصول للانتخابات في نهاية هذا العام، كما تؤكد وتشدد دائما بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؟ هو ليس البعثة فقط، هو فيها حوالي أغلبية الشارع الليبي يطلب الانتخابات، أيضا المجتمع الدولي، رأينا الاتحاد الأوروبي، رأينا الولايات المتحدة الأمريكية، رأينا روسيا، رأينا مصر، دول واجدة تدعو إلى الانتخابات، وهذا يعتبر فعلا هو حل، يعني على الأقل تبقى هناك سلطة واحدة منتخبة من الشعب أفضل من هذا التشظي والموجود حاليا، وهي لملمة عن طريق اتفاق سياسي لو تحصلنا. ولكن هناك تخوفات فقط في عملية انتخاب الرئيس، أنتم تعلمون أن كيف يحدث المسارات، رأيتم المجلس الرئاسي رئيسه غير منتخب وانفرد بالأمور القرارات وكذا، ورأينا رئيس مجلس النواب وماذا يفعل. فهذا التخوف من بعض الأطياف، من بعض النخب الليبية، أن لو أن انتخبنا رئيس من الشعب مباشرة ستكون له قوة شعبية كبيرة، ربما نحن نتجه إلى صناعة دكتاتور. هذا المبررات الذي ينظر لها الطرف الذي يدعو إلى انتخابات غير مباشرة إلى حين صدور الدستور. طيب، لدي سؤالين أخيرين وأتمنى أن تجيبني باختصار دكتور عبد القادر حويري حتى أتحول إلى ضيفي الذي طال انتظاره حقيقة. أريد أن أسألك، يعني اتفاق الغردقة
هل تم تجاوزه يعني باختصار يعني هل تم تجاوزه ومسألة الاستفتاء على الدستور هذه باتت غير ممكنة وبالتالي نحن ذاهبون إلى وضع قاعدة دستورية للانتخابات؟ لم يتم تجاوزه والاستفتاء على الدستور هذا يعتمد على مجلس النواب. إذا مجلس النواب التأم على حسب الاتفاق السياسي مع مجلس الأعلى للدولة حتى الملتقى الحوار السياسي ينتهي ويستمر مجلس النواب مجلس الدولة. طب لم ينتهي حتى هذه اللحظة، ننتظر فقط. لا يزال مطروح. إذا جاء مجلس النواب اللهم بارك، إذا لم يأتي انتهى. طيب آخر سؤال لدي هو ماذا عن الاتفاق بخصوص المناصب السيادية دكتور عبد القادر حويلي؟ هل هناك من جديد حول هذا الموضوع؟ المناصب السيادية فيها إشكال كبير جدا. طبعا مجلس النواب أيضا بهذه المرة حتى هو أخلى وانسحب وشكل لجنة أخرى وبدأ يستقبل سيادية بانفراد، هذا لن يأتي بحل. المناصب السيادية ما زالت مشكلة عائقة وهناك مشاكل كثيرة أخرى وراءها. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد القادر حويلي، عضو اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، كنت معنا عبر سكايب من تونس، نشكرك جزيل الشكر. أعود إلى ضيفي دكتور فرج دردور وأجدد الترحيب بك دكتور فرج، أعتذر منك على الإطالة لكن كنا نريد أن نأخذ دكتور عبد القادر حويلي في مداخلة كاملة لأنه مرهق ومتعب بسبب كثرة الاجتماعات حتى يغادرنا. استمعت لما تفضل به الدكتور عبد القادر حويلي، كيف تتابع يعني هذه الاجتماعات وما ينبثق عنها؟ مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام والاستاذ عبد القادر حويلي ايضا. يعني ما تفضل به الاستاذ عبد القادر هو حقيقه يعكس الحقيقه، يعكس الحقيقه اللي تعودنا عليها منذ سنوات طويله، يعني انقسام الإشكالية في ليبيا أن أدوات العرقلة سهلة وموجودة ويعني يستغلون في كل الثغرات القانونية للعرقلة، بينما يعني الذهاب إلى تداور السلطة هذا تقريبا يتفق فيه الجميع بأنه يعني الجميع يعرقل فيه، وإن كان النصيب الأكبر طبعا لعقيلة صالح، يعني هذا هو حقيقة المعرقل الكبير الذي لا يمكن أن يلتئم في وجوده مجلس النواب لقضاء حاجة للليبيين أو يعني لاستقرار الدولة. هذا الرجل دأب على العرقلة منذ 2014 إلى يومنا هذا، لم يجتمع مجلس النواب، شتت مجلس النواب، قرر الحروب، أيضا حتى مسألة نقل للأسف الشديد البرلمان إلى بنغازي هذه حقيقة مغالطة كبيرة. أولا البرلمانات في العالم كلها مقرها قريب من الحكومة حتى تكون يعني كل الإنجاز سريع جدا والتواصل بشكل يومي، العواصم جميع عواصم العالم فيها البرلمان. أما عندما يعني يطلب أن ينقل إلى بنغازي فالآن صارت الأمر واضح، في بنغازي البرلمان لا يكون موجود لخدمة البلاد والعباد، موجود للعرقلة والمقايضة مثل ما تعودنا، وبالتالي هذا ليس شغل دولة، ليس دولة يعني نأخذ مؤسسة مهمة مثل البرلمان ونضعها في مكان ليقايد به الحكومة والدولة وتقبل القرارات ويكثر الفساد ولا تكون هناك محاسبة وتنتبق، وربما في لحظة من اللحظات تنبثق عنه حكومة أخرى موازية، وهنا الخطورة حقيقة. يعني يجب أن لا نعاود برلمان مقره العاصمة طرابلس، هذا هو مقر البرلمان بالقرب من الحكومة، يعني يفترض هذا الموضوع لا نجامل فيه، لا نجامل فيه. البرلمان في المنطقة الشرقية يعني المقايضة والعرقلة، عرقلة الدولة والحكومة والانقسام، هذا هو ماذا يعني، مثل احنا لا نريد ان ناتي بشيء جديد في العالم، جميع العالم البرلمان لا يبعد 500 متر على الحكومة في العالم كله، انا يعني قرأ فيه قرارات اعمال يومية تنجز ولابد من تواصلهم بشكل يعني انت لاحظت الان حقيقة عقيلة صالح كيف عرقل الدنيا كلها. لا قانون انتخابات ولا دستور ولا دستور ولا اجتماعات ولا انعقاد ويتكلم لك يعني يا رئيس مجلس قومي يتحدث بعنصرية ويتحدث على النفط 75% من أحد، ما كلام حقيقة لا يمكن أن يؤدي بالنتيجة، هذا ما يجب أن نكون واضحين فيه. الدولة يجب أن تكون للجميع، يجب أن تختفي الهوية الجهوية في بوتقة الوطن، الأخطاء يجب أن تعالج، لكن مسألة أنك أنت تأخذ مؤسسة الدولة
وتصدرها عندك، أنا أعتقد هذا يعني يجب أن نقف عنده. طيب، أمام هذه المعطيات التي تحدثت عنها دكتور فرج دردور، هل تتوقع أن يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية في موعد يتيح فعلا الذهاب إلى انتخابات نهاية هذا العام، أم أن مسألة الذهاب للانتخابات ربما ستكون أمر شديد الصعوبة؟ لا، أنا في اعتقادي هناك إصرار أو جدية هذه المرة من الأمم المتحدة ومن الدول يعني الكبرى الضاغطة مثل أمريكا، أن تكون اليوم أربعة يعني نهاية ديسمبر، يكون 24 ديسمبر تكون فيه موعد انتخابات. ووضعوا آلية، ربما هذا هو الفارق في بين ما اتفاق الصغيرات وهذا الاتفاق الأخير. وضعوا آلية في حال ما فشل البرلمان في الانعقاد أو استمر في العرقلة، فيقول إجراءات الانتخابات والقاعدة الدستورية إلى اللجنة القانونية أو للجنة الحوار السياسي. وهذا طبعا أعتقد مهمة جدا، وهي الآن بدأت تجتمع، وهناك اتفاق كثير على كثير من النقاط في موضوع القاعدة الدستورية. على الرغم يعني نحن كنا نتمنى نخرج من المرحلة الانتقالية ونذهب إلى الاستفتاء عن الدستور ثم انتخابات، ولكن هذا الأمر حقيقة في وجود البرلمان في المنطقة الشرقية لم يقوم بمثل هذه الإجراءات جملة وتفصيلا، لا تجي الانتخابات ولا يعني كل الأمور هذه. أنا وأقولها بكل صراحة، المشكلة البرلمان مكانية وليست إجرائية ولا إدارية ولا حتى في أعضاء. لاحظنا حتى أعضاء المنطقة الشرقية، لاحظناهم في المنطقة الشرقية يعني تقريبا غير راضين على اللي ما زال يصير. وبالتالي أنا في اعتقادي الأمور سوف يصار إلى أن لجنة القانونية ولجنة الحوار السياسي هي من ستصيغ القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، وربما يدعمها القرار من مجلس الأمن حتى لا يقال أنه يطعن فيها بشكل قانوني، على الرغم يعني لا يوجد قانون يقول بأن البرلمان عرقل كل هذه الإجراءات في طول هذه المدة بدون أن يعرقل الدولة بدون عقوبة بدون حساب. أنا أعتقد يعني الحديث على قانون في انعدام القانون من أساسه يعني هو فيه شيء من الإجحاف. من يريد أن يعمل فأعتقد بأن القوانين واضحة أمامه يستطيع أن يمرر، ومن يريد أن يعرقل ابقى معي رجاء. واضح. نعم دكتور فرج دردور، انضمت إلينا الأستاذة حنان شلوف عبر الهاتف من غريان. أستاذة حنان شلوف الناشطة السياسية، مرحبا بك. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، حياك الله. أستاذة حنان، يعني نتناقش حول اجتماعات اللجنة القانونية يعني في تونس بخصوص وضع قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة. كان معنا الدكتور عبد القادر حويلي، ربما تابعته أو تابعت جزءا من مداخلته، وتحدث عما تم إنجازه وما يعني والقضايا العالقة التي لم يتم إنجازها حتى الآن. كيف تتابعين أنت مجريات هذا الحوار حول القاعدة الدستورية، وهل تتوقعين أن يتم فعلا يعني إنجاز هذه القاعدة بما يتيح إجراء الانتخابات نهاية هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. مما لا شك فيه أن المنظومة الدولية الآن تتجه اتجاه حديث نحو استقرار ليبيا بشكل أو آخر، لترتيب المنطقة للمهام الاقتصادية القادمة التي تم ترتيب القاعدة العريضة لها في الإطار الدستوري بين قوسين الاتفاق السياسي. نحن نعلم أن ليبيا دولة اشتراكية كانت في الفترة حكم القذافي، الآن يراد لها الاتجاه إلى الرأسمالية. هذا النظام الرأسمالي تجذرت أركانه والإطار العام له داخل الاتفاق السياسي بمعزل عن رأي الشعب في هذا الأمر. هذا الإطار الرأسمالي سيتيح للشركات المتعددة الجنسيات أنها تدخل وتستثمر داخل ليبيا بحرية وبانطلاقة كبيرة جداً.
رأينا أنهم وضعوا الإطار العام داخل الاتفاق السياسي، الآن يراد سن القوانين من خلال الاتفاق السياسي الذي يعد المظلة الدستورية العريضة لهذا الأمر. سن هذه القوانين لابد أن يكون من خلال برلمان. البرلمان الحالي لا يصلح لسن مثل هذه القوانين التي ستعمل عليها الشركات المتعددة الجنسيات في استثمارات تقدر بالمليارات وليس بالملايين. ومن ثم هناك حاجة إلى برلمان جديد ليسن هذه القوانين. ومن ثم أعتقد أن المجتمع الدولي جدية مطلقة في الذهاب إلى الانتخابات بنهاية العام الحالي. بالنسبة للقاعدة الدستورية، أعتقد نحن رأينا في حكومة الوحدة الوطنية كيف أن هناك البعض يقول أنه قد لا يتم التوصل إلى الحكومة الوحدة الوطنية، وأن هناك قد يبيت الأمر بالفشل، ولكن في النهاية رأينا أنه تم انتخاب أو تم اختيار حكومة للوحدة الوطنية في الموعد الذي قررته المنظومة الدولية. وأعتقد أن مسألة الانتخابات أيضا لن تخرج من هذا الإطار، وإن تأخرت سيكون في غضون شهور قليلة جدا جدا، وأعتقد أنها لن تتأخر، وأنهم سيعطون فرصة للجنة القانونية للتوافق ثم يتدخلون بشكل أو بآخر لفرض الرؤية للوصول إلى البرلمان القادم. طيب، بالحديث أستاذ حنان على إرادة المجتمع الدولي وعقود الاستثمارات والتنمية وما شابه، يعني هل هذا هو دافع الزيارات التي شهدناها المتتابعة ومثل السباق المحموم الذي شهدناه الأيام الماضية للمسؤولين الأوروبيين والغربيين على كافة المستويات؟ أخي الفاضل، نحن عندما نتحدث عن الإطار الاقتصادي وتحدث عن الشركات متعددة الجنسيات، فنحن لا نتحدث عن مصالح اقتصادية لدول، بل نتحدث عن مصالح اقتصادية لمنظومة دولية اقتصادية مهيمنة على الاقتصاد العالمي. بعكس مسألة الحكومات، مسألة الحكومات والزيارات الحديثة لكل دولة من الدول، أعتقد أنها تراعي في مصالحها الاقتصادية ومصالحها الجيوسياسية داخل ليبيا في إطار التنافس الدولي ما بينهم وبين بعضهم البعض، سواء مسألة حدودية أو المسألة الاقتصادية. ولكن ما أقصده بمسألة الاقتصاد والشركات المتعددة الجنسيات، الشركات العملاقة، هذه غير مرتبطة نهائيا بأي دولة من الدول، ولكن مرتبطة بالهيمنة الاقتصادية على الاقتصاد العالمي وتسيير المنظومة العالمية وعدم خرق هذه المنظومة العالمية لغير صالحهم. هذا ما أقصده بهذا الأمر، وهذا يتضح من خلال ماذا؟ يتضح من خلال المنظمات المختلفة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمات التي تبت ما تريده من أشياء من خلال الأمم المتحدة. أما مسألة أو أحيانا حتى من خلال بعض الدول، ولكن ليس لمراعاة مصلحة الدول بقدر ما هو لمراعاة مصلحة هذه الشركات الكبرى. أما الدول فكل دولة تريد أن تضع الخطوط العريضة لصالح شعبها، سواء اقتصادي أو سياسي أو أي مكان ذلك الأمر، في إطار التنافس بين الدول المختلفة. دكتور فرج دردور، كيف تابعت سلسلة الزيارات السابقة لمسؤولين أوروبيين ورؤساء وزراء وغيرهم يعني إلى طرابلس؟ والله الحقيقة يعني يجب، احنا الآن لدينا تجربة الاتفاق السياسي، اتفاق الصخيرات. بعد الاتفاق تقاطر تقريبا معظم المسؤولين الأوروبيين ووعدوا بمساعدات وأشياء كثيرة، وإن كانت الآليات حقيقة لم يوفرها المجلس الرئاسي، ولكن يعني لاحظنا في نهاية المطاف أن ليبيا تحولت إلى شرطي في الهجرة غير الشرعية، لا بل مجرد مراوا في أن حفتر لربما يكون قوة ويسيطر على ليبيا، اتجهوا إليه ودعموه بشكل واضح يعني عسكريا ولوجستيا. ولاحظنا احداث ما بعد 4/4 في عدوان على طرابلس،
وبالتالي أنا أعتقد تمنيت من أن حكومة الوحدة الوطنية أن كانت متأنية ولا تكرر نفس التجربة، وأن تعتبر بأن أوروبا العجوز التي يعني حالتها الاقتصادية صارت منهارة بدليل أن حتى بريطانيا انسحبت من الاتحاد الأوروبي، وأنها يعني ليست بتلك القوة، وأنها ما زالت يعني متذبذبة في أراها غير ليبيا، يجب على ليبيا وأنها تحاول الضغط من أجل إخراج تركيا. وهذا كان واضحا اليوم ما نشرته صحيفة لوموند الفرنسية بأن السيد رئيس وزراء اليونان طلب بصراحة من السيد بيبة بأن يوقف الاتفاقية مع تركيا، وأن يشيد بعلاقات سابقة مع ليبيا. وطبعا هناك ضغط أيضا من فرنسا بهذا الاتجاه بسبب العداوة القديمة الحديثة مع تركيا. وبالتالي نعتقد يعني في ظل هذه أو في ظل هذا الوضع، أنا أعتقد ليس هناك قيمة لزيارات لأوروبا وحتى لدول بعض دول الخليج، ما ليست أولوية. أنا في اعتقادي كان الحكومة أن يعني تقدر أولوياتها بشكل جيد، ولا تضع مثل هذه الزيارات من ضمن أولوياتها، وأن تهتم بخدمة المواطن، وأن ترى في هو الحليف الحقيقي الذي يمكن أن تستفيده، ويكون هناك تبادل معه، ممكن أن يكون هناك منفعة. طيب، لا ترى بأن هذه الزيارة تشكل أولوية، لكن دكتور فرج، يعني هل تعتقد بأن زيارات المسؤولين الغربيين يعني لها ارتباط بزيارة الدبيبة لدول الخليج التي ابتدأها يوم أمس، أم أنها يعني منفصلة ولا علاقة بينها؟ لا، هو في اعتقاد السيد الدبيبة أراد أن يكون منفتح عن الجميع، وهذه طبعا ربما نقص في الخبرة السياسية. هو حتى الانفتاح يجب أن يكون يعني بموضوع تراتبي، لا بد أن تقدر من هي الدول التي يمكن أن تنفتح معها بعد يعني تقييم حالة مشاركتها في العدوان، من عدم يعني القيمة الاقتصادية التبادل معها التقنية. يعني لابد أن تكون لديك استراتيجية أو لديك خارطة واضحة للتعامل مع هذه الدول سياسيا وفق المصالح المشتركة. يعني مسألة أنك أنت مثلا تزور الإمارات، حقيقة الإمارات يعني أولا أعتقد أن مشاركتها في الحرب يعني بشكل يعني لا يمكن غفرانها، هناك دماء، هناك يعني لغاية الآن إشكاليات كبيرة معها، ونحن غير محتاجين لهذه الزيارة أصلا. يعني حتى لو كان أن هناك مثلا حاجة لها ربما نقول نتجاوز هذه الدماء، لكن أعتقد أن حتى حاجتنا لها كذا. بالنسبة لفرنسا موضوعها مختلف تمام الحقيقة. فرنسا موضوعها طبعا هي تريد البقاء في ليبيا للعمل الاستخباراتي بالدرجة الأولى، لأن فرنسا هدفها الاستراتيجي هو أن تستولى على الجنوب، وهي تقريبا حاليا غيرتها ديمغرافيا تقريبا الجنوب أغلبهم نزح للشمال بسبب منظمات فرنسية يعني تحت غطاء أفريقي تقوم بشراء الأراضي. وفرنسا طبعا تبحث على موضوع التعدين في ليبيا، وهي ترى بأن استيلاها على الجنوب الليبي لا يمكن أن يكون في حالة دولة مؤسسات مستقرة. هي راهنت على الانقسام بين الشرق والغرب الليبي لتقضي على الجنوب، وفعلا قدمته وقدمت منه الجزء الكبير الآن، وهي تريد الآن التواجد في العاصمة لأجل استكمال هذه المهمة. لا أعتقد بأن فرنسا معنية بالاستقرار في ليبيا بقدر ما هي معنية بالتهاب الجنوب وضمه إلى العمق الأفريقي اللي أيضا استنزفت تعدينه. وأيضا ترى أن ليبيا هي الربط، هي الموقع المهم للربط بين يعني وسط أفريقيا وشمالها وأوروبا، وبالتالي تعمل وفق هذه الاستراتيجيات، وهي تعمل بشكل كبير باستخبارات الفرنسية طبعا. أما الكلام المنمق والمعسل اللي يقول فيه الدبلوماسيين الفرنسيون فهذا لا قيمة له، لأنه بالنسبة لديهم من يكشر على نيابه يعمل في مثل هذه الملفات هي الاستخبارات العسكرية، وهذا بشهادة صحفيهم وليس بكلامي أنا. دكتورة أستاذة حنان شلوف، يعني بالأصح، كيف تتابعين هذه الزيارات، وهل تعتقدين أنها فعلا ليست أولوية كما قال الدكتور فرج دردور، أم أن يعني باعتبار أن الأزمة الليبية جزء منها أو ربما الجزء الرئيسي هو ناشئ عن التدخلات الإقليمية والدولية، وبالتالي التواصل
مع الأطراف الدولية والإقليمية خاصة المعنية بليبيا هو أمر ضروري وحيوي؟ أعتقد أخي الفاضل أنه منذ الاتفاق السياسي للأسف الشديد أصبحت هذه الزيارات من الضرورة بمكان. في السابق ما قبل الاتفاق السياسي منذ كانت المؤتمر الوطني كانت الحكومات نفس الدور الذي تقوم به داخل أروقة المجتمع الدولي كانت تقوم به داخل أروقة القوى السياسية الليبية لجعل هذه الحكومة أكثر قبولاً داخليا أو داخل هذا المجتمع. الآن هذه الحكومة تدرك أن القوى السياسية الداخلية ليست مؤثرة وليس لها أي قيمة، وأن الذي له قيمة هي القوى الدولية الخارجية حتى تمنحها الاستقرار، بحيث أنها لا تدعم أي طرف يحاول الخروج عليها، وأيضا تقيم مسألة التوازنات بين مصالح الدول بعضها وبعض حتى يكون لهذه الحكومة الاستقرار. ومن ثم أعتقد أن هذه الزيارات تأتي في إطار الأهمية التي يفرضها الواقع الحالي، وليس أهمية هكذا اعتباطا أو أي شيء، ولكن الواقع الحالي هو الذي يفرض أهمية هذه الزيارات ويفرض هذه الزيارات. لكن ماذا عن زيارة الإمارات؟ هل تعتقدين أنها أيضا تندرج تحت هذه الأهمية؟ الإمارات التي يعني تؤكد حتى تقارير لجان الأمم المتحدة بضلوعها في الأزمة الليبية ودعمها لمجرم الحرب حفتر وعدوانه الأخير على العاصمة، بل إنها يعني متهمة حتى باقتراف مجازر، يعني منها مجزرة الكلية العسكرية في طرابلس. هل يعني يجوز سياسيا التغاضي عن كل هذه الانتهاكات والذهاب في المسارعة بإقامة جسور تواصل مع دولة الإمارات؟ يجب أن نفرق بين أمرين، بين التغاضي والتغافل والتجاهل للجرائم التي قامت بها الإمارات، والإطار الآخر وهو السعي إلى أن لا تكرر الإمارات ما فعلته من جرائم مرة أخرى تساهم في زعزعة استقرار ليبيا. أنا لا أتحدث من انطلاقا من كوني حنان شلوف المحللة السياسية، ولكن أضع نفسي مكان رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أنه بتفكيره هذا إذا أراد أن يقول لحكومة الوفاق في قادم الأيام استقرار، فبالتالي لابد له أن يتواصل مع الإمارات ليرى ما تريد الإمارات حتى لا تكرر ما حدث سابقا مع حكومة الوفاق، حتى لا تكون هناك مجازر أخرى. ولكن هذا لا يمنع أن تسعى حكومة الوحدة الوطنية من خلال الدوائر المكلفة بهذا الأمر، سواء كانت وزارة العدل أو النائب العام أو غيرها من الدوائر ذات الاختصاص، بإثارة القضاء قضية الإمارات وما فعلته داخل ليبيا من جرائم. إذن هناك خطان متوازيان، خط لما فعلته الإمارات سابقا ومحاولة إثارة هذا الموضوع داخل المجتمع الدولي وداخل مجلس الأمن، والخط الآخر وهو دعوة الإمارات إلى عدم زعزعة استقرار ليبيا. هي محاولة من رئيس الحكومة، قد تفشل وقد تنجح، قد لا تستجيب الإمارات لهذه المحاولة وتستمر في دعم زعزعة الاستقرار داخل ليبيا، ولكنها في النهاية هي محاولة. طيب دكتور فرج دردور، الحقيقة يعني هذه الزيارات للدول الداعمة لحفتر ولعدوانه على طرابلس أثارت الكثير يعني من الاستياء ومن الانتقادات، وإن كان البعض يعني ربما يتقبل زيارة رئيس الحكومة أو رئيس المجلس الرئاسي لمصر والتقائه بالسيسي باعتبار أن مصر دولة يفرضها الجوار، تفرضها الجغرافيا كما يقولون، ولكن ما علاقتنا بالإمارات وهي دولة معتدية؟ لماذا نسارع يعني الذهاب إليها؟ ولهذا أنا سيدي الفاضل قلت لك من البداية لا ليش أن تكون من ضمن الأولويات. يعني نحن لسنا محتاجين إلى هذه الزيارات في هذا الوقت بالذات، يعني نحن لابد أن نعلم جيدا بأن من أوقف الحرب وفرض الاستقرار ودفع الجميع
للتفاوض هو توازن الرعب الذي حققته تركيا مع الخمس دول الثانية اللي كانت معتدية مع إلى جانب حفظ. هذه هي الحقيقة. وأبطال بركان الغرب، بركان الغضب، هم من يعني قاموا بهذا التوازن إلى جانب الحليف التركي. وبالتالي الحديث عن أن لربما مصر أو فرنسا أو الإمارات لربما يعني غيرت موقفها أو رأيها، هذا الأمر لو كان هناك فيه تغيير أثناء الحرب على طرابلس لما كان الأطفال يقصفوا والمطارات تضرب والمدارس تهدم، لو كانت هناك حتى لفتة إنسانية منهم في ذلك الوقت لاعتبرنا أن الخطوة اللي قام بها السيد دبيب اليوم يعني دعنا نقول إيجابية. أما من هزم في الميدان وهو ما زال ينظر إلى نفسه بأنه مهزوم فلا أعتقد بأنه سوف يستجيب بسرعة إلى تغيير موقفه ورأيه بهذه البساطة. وبالتالي نحن لا نقول يعني نستعدهم أو نقوم ب، ولكن لا نتملق لهم حقيقة. يعني نرى أن الزيارة هذه هي نوع من التملق الزائد الذي غير، نحن الآن محتاجين ما زال نقف مع الدول اللي دعمتنا ساعدتنا. وأيضا لا نعادي أحد، لكن مسألة أنك أنت تزوره والله على السيد سراج ذهب في زيارات سرية لأبوظبي أكثر من مرة وقدم بتنازلات حتى لصالح حفتر ما سمي باتفاقية أبوظبي، وماذا كانت النتيجة؟ لم يكن هناك أي نتيجة إلا أن يعني الإمارات دعمت الحرب. فرنسا السيد إيمانويل ماكرون يعني استدعى المشري والسراج وعقيلة صالح حفتر وقام بعملية شبه مصالحة وسمى يعني بأن حفتر طرف رابع وأن سلطة مدنية وسلطة عسكرية، ثم لاحظنا يوم 4/4 ما حدث. وبالتالي حقيقة أنا في اعتقادي يجب أن لا نكرر، يجب الاهتمام بملفاتنا الداخلية والتعامل مع هذه الدول بحذر، فهي لن تنسى هزيمتها بكل بساطة، وخصوصا أنها دفعت كثير من الأموال ورهنت على يوم 4/4 ورهنت على حفتر، وبالتالي لن يكون يعني انسجامها مع حكومة في طرابلس يعني بهذه البساطة. وبالتالي لن نوجلهم قليلا، نحاول لربما نرسل بعض الوفود السرية أو الوفود اللي بمستوى منخفض يعني نستشف ماذا يريدون، لكن حقيقة الزيارة بهذا الحجم رئيس حكومة وينتقل، ثم هذا ربما يزعج أصدقائنا الآخرين، نحن لا نعلم أصدقائنا الآخرين يدعمون ويوقفوا معنا، ربما ينزعجون، نحن ما زلنا محتاجين لهم. وبالتالي نعتقد أن التسرع بهذا الشكل ما كانش مطلوب. أنا هذا رأي، ربما يكون وجهة نظر، لربما يكون السيد دبيبة ذهب للإمارات للضغط على عقيلة صالح بأن يعني يمرر مشروع الدستور والميزانية وشيء من هذا القبيل، لأن نحن نعلم أن مفاتيح عقيلة صالح وخصوصا مصر سوف نرى، لكن أنا أرى إذا كان هي في إطار يعني الانفتاح على الإمارات فأنا أعتقد هذا الأمر ليس وقته. طيب أستاذ حنان شلوف، يعني كيف تعتقدين بإمكان حكومة الدبيبة تحييد الدول أو منع التدخل السلبي للدول التي يعني كانت لها دور سلبي في ليبيا من خلال هذه الزيارات والزيارات يعني المتقابلة؟ هو لن يكون المسألة مسألة تحييد هذه الدول، لأن تحييد هذه الدول يفترض بأن نكون الطرف الأقوى، وهذا مفقود حتى هذه اللحظة مع احترامنا لهذه الحكومة أو لغيرها، ولكن المعطيات الليبية تجعلنا في موقف الأضعف. ولكن المحاولات التي يقوم بها هي محاولات الاستهزاء، بحيث يكون أنه مسألة ضامن لبعض مصالحهم، يفرض نفسه هكذا أنه ضامن لبعض مصالحهم داخل ليبيا، ومن ثم يدعوهم إلى عدم دعم أي حروب أو أي اتجاه لعدم الاستقرار داخل البلاد، ولكنه لن يستطيع التحييد، هو مجرد يقدم لهم بعض التنازلات بشكل أو بآخر. طيب ما هي ربما المحاذير التي يجب أن يتجنبها
عبد الحميد الدبيبة أثناء يعني تواصلاته مع هذه الأطراف ذات الحساسية الكبيرة بخصوص الشأن الليبي؟ أعتقد أن المسألة مرهونة بما سيتم التفاوض عليه، حول هل هو في الإطار العسكري أم هو في الإطار الاقتصادي. نحن نعرف أن الإمارات لديها ما قبل المؤتمر الوطني مصالح اقتصادية مرهونة ببعض الشركات العالقة، ما تريد أن تأخذ دورها منذ أيام القذافي في إطار سواء كان إطار النفط أو إطار أيضا الحبوب. وأيضاً هناك المسألة العسكرية، هل هناك تفاوض مثلاً على سبيل المثال على انسحاب القوات الأمنية التركية في إطار هذه الاتفاقية أم لا؟ فهذا مرهون بهذه الزيارة حتى هذه اللحظة، لا يبث عنها أي شيء سوى أنهم تقابلوا، لكن المشاورات، المباحثات، المفاوضات لا نعلم عنها شيء، ما يدور لا نعلم عنه شيء، وهذا هو ما يحدد التنازلات ما هي وكيف ستكون، وهل ستقبل الدول الأخرى. ولن أقول الطرف الليبي، كما قلت لك أننا الطرف الليبي في هذه الحالة هو الطرف الأضعف، هل ستقبل الدول الأخرى هذه التنازلات وإلى أي مدى تقبل؟ وهنا دور رئيس الحكومة يكون مدى التوفيق ما بين هذه التنازلات وتلك، لأنه إذا تنازل لصالح الإمارات بشكل كبير أعتقد أن هناك دول أخرى التي كانت في رضا عن هذه الاتفاقات ستسعى بشكل آخر إلى زعزعة الاستقرار، ومن ثم لن يكون أي أهمية لإرضاء الإمارات، لأن هناك من سيقوم بدور الإمارات بشكل آخر، ومن ثم المسألة كيف يستطيع أن يوجد قاعدة التوازن ما بين مصالح جميع الدول حتى يعم الاستقرار وليس إرضاء الإمارات فتغضب دولة أخرى فيكون هناك زعزعة للاستقرار بشكل آخر أو من طرف آخر. نعم. وكما قلت لك غياب ما دار في هذه المفاوضات، نحن لا نعلم إلا أنه زار هذا المكان، لكن ما دار فيه، ما هي المباحثات، ربما الأيام القادمة أو حتى الساعات القادمة يعني تكشف عن يعني تفاصيل أكثر لنتائج هذه الزيارات وخارطة هذه الزيارات التي لم تنتهي ربما حتى الآن. أشكرك جزيل الشكر أستاذة حنان شلوف الناشطة السياسية، كنت معنا عبر الهاتف من غريان. كما نشكر الدكتور فرج دردور المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول. والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم في لقاء آخر، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم. في ذلك المساء اتصل بي فايز السراج وقال لي فعلا حفتر يريد أن يحكم وحده لا شريك له، وسنبدأ في صد العدوان.